السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مع فيديو جديد من قناتكم عالم الكمبيوتر والبرامج. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بإذن الله جايب لك مجموعة من الأسرار الجميلة اللي موجودة في جوجل المتصفح. لو حابب طبعا تعرف هذه الأسرار تابع معايا الفيديو للنهاية. السر الأولاني إن أنا لو فتحت المتصفح بتاعي اللي هو جوجل ورحت كاتب الكلمة دي فيه اللي هي دي في دي سكرين سيفر ورحت ضاغط على مفتاح انتر، هلاقي ان كلمة جوجل اللي موجودة فوق هتنزل من مكانها وتبدأ تتحرك في اتجاهات الشاشة بتاعتي، وكل ما تتحرك في اتجاه تاخد لون مختلف زي ما حضرتك شايف كده، الكلمة عمالة تتحرك وتغير اتجاهاتها. طبعا دي من الحاجات الجميلة جدا اللي هتبهرك وهتبهر اصدقائك. السر التاني ان انا برضو لو فتحت المتصفح بتاع جوجل ورحت كاتب شاشة سلايد رحت ضاغط على انتر، تمام كده هيظهر معايا شكل المايك، هضغط عليه هتلاقي الشاشة بتاعتك بتتغير وتختلف الأغنية اللي شغالة. Take it back now, y'all. One hop this time. One hop this time. Right foot two stumps. Left foot two stumps. Slide to the left. Slide to the right. Criss cross. Criss cross. Cha cha real smooth. Real smooth. Let's go to work. زي ما حضرتك شفت كده معايا الشاشه كانت بترقص حسب الاغنيه اللي انت مشغلها. السر التالت ان انا لو برضه فتحت المتصفح بتاعي ورحت كاتب فيه الكلمه ديت اللي هي كلمه هولي وضغطت انتر، تمام كده هيظهر معايا اللي هي هولي، ولو ضغطت عليها هتبدا الشاشه بتاعتك كل ما تضغط عليها بالماوس تاخد اشكال الالوان الغريبه اللي احنا بنعملها ديت. طبعا لعبه ظريفه وجميله ممكن تبهر بيها اصحابك ومعارفك كلها، تمام كده. لو انا عايز اوسع الشاشه اهي، زي ما حضرتك شايف كده معايا. طبعا بكده معانا الاسرار الجميله دي تكون انتهت. لو انت عجبتك واستفدت منها ما تنساش طبعا من اللايك والشير والاشتراك في القناه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.